كابتن اسامه، زي ما قال الكابتن علاء، موسم ولا اروع، اتحققت فيه كل النتائج، نسبه النجاحات حتى الان 100%. الحمد لله. وما زال الامل موجود. طبعا احنا مش اول بطوله في تاريخنا نتحط في الموقف ده، احنا اتحطينا في المواقف دي كتير جدا، او بعض المواسم حصلت، سواء في البطوله الافريقيه، سواء بطوله دوري، وبننهيها الحمد لله بنجاح يعني. وقلنا اكتر من موقف عدينا بيه، تذكرنا موسم 95 بطوله الدوري ما كان الزمالك سابقنا ب 12 13 بونت وكسبنا، تذكرنا الموسم اللي قبل اللي فات برضو نفس صحيح. الموضوع التقدم كان ب 12 13 بونت وحصلنا وكسبنا. بطولات افريقيه كنا مثلا متاخرين، ومنهم البطولة اللي فاتت كنا تاني المجموعة ونهينا بطل إفريقيا البطولة العاشرة. فده بيمر بينا في أوقات، ده طبيعي يعني، ما أنت ليك منافسين برضو، مش أنت كسبت كل البطولات اللي دخلت فيها ومحدش خد حاجة يعني، أنت خدت كل البطولات إفريقيا ومحليا واتنين سوبر الإفريقي اللي هو بطل الدوري والكاس. ف انت زي ما انت قلت، انت 100% محقق النجاحات 100%. الموقف اللي احنا محطوطين فيه ده موجود، وفي العالم كله موجود، وزي ما قلت احنا حصل لنا ولسه 4 مباريات. لازم نقاتل في كل مباراه ونسيب الامور والتوفيق لربنا، لانه ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. لكن انت المهم انك تقوم بدورك، زي ما كسبنا ماتش امبي اللي فات، ناخد مباراه كل مباراه على حده، وان شاء الله نكسب النهارده، نفكر في اللي بعده، نفكر في اللي بعده لغايه اخر ماتش ان شاء الله باذن الله. احساسك ايه يا كابتن؟ بس انت يعني لا، ساعات الواحد من جواه كده بيحس بحاجه يعني، بيبقى عندك كده حاجه معينه بتبقى ايه يعني، ممكن تحصل، ممكن ان شاء الله ناخد الدوري، ممكن يحصل حاجه في الماتشات اللي جايه يعني. لا ما اقدرش، احساسك ايه يعني؟ هو اصل هي الامور، خلينا نتفق ان هي ده مش هيقول احساس ابدا. لا اصل هقول لما كان لعيب كان بيذلنا. استحاله الاستوديو هيخلص. بص الاستوديو هيخلص هو المدرب كان كده برضه. لا اصل الاستوديو هيخلص مش هيديك احساس. لا بتقول يا كابتن، اصل موقف يا اصل هو موقف، صدق ان انا قايله كده مخصوص عشان عارف الاجابه. بتقول له احساس يعني في الماتشات والحاجات اللي جايه. لا لا يا عم هو سؤال صعب. خير ان شاء الله. وروح انت اصل ايه احساسك؟ اروح لبلال وارجع لك. موضوع لا المواضيع متكافئه يعني 50% لينا و50% لنادي الزمالك. احساسك يقول خير ان شاء الله. ان شاء الله طبعا خير باذن الله. تعالى بال بقى، تعالى بال هو فسر لك الورق جاي. لا ان شاء الله خير طبعا. بس ده يعدي علينا كلنا. ايوه انا بقول له الورق جاي. فان شاء الله خير باذن الله. يا رب ان شاء الله. المواضيع يعني 50% 50%، نتمنى ان شاء الله التوفيق يكون في صالحنا باذن الله.